عشان تعرف أهمية الملف اللي بقالنا يومين بنتكلم فيه عن صراعات الجيش والرئاسة على الحكم والثروة والسياسة، تخيل إن الصراع ده وصل لغاية إيه بقى؟ تعالى لي كده، قرب قرب، كمان كمان كمان، وصل لدمك. الصراع ما بين الجيش والرئاسة على السلطة وصل لدمك انت، دم المصريين حرفيا. انا ما بقولكش حاجة بنهبط فيها، ركز بقى، استرخي، سيب اللي في ايدك ده بقى وركز مع الرسالة دي. الرسالة وصلتني انا شخصيا، وصلت لبرنامج مصر النهاردة لواحد جوه المؤسسة العسكرية، كان شغال في واحدة من المستشفيات العسكرية، ممرض. بعت لنا او بعت لنا الرساله دي، الحقيقه تفضح اللي ازاي العسكر بيتاجروا في المستشفيات العسكريه بدم المصريين. عزيزي المواطن المصري، هتفضل تقول مالناش دعوه بالسلطه خليها ليهم، طب ودمك؟ اسمع الرساله وخلي بالك، الرساله طويله قوي وفيها فضايح. خش يا بيه. سلام عليك يا أستاذ محمد، أنا كنت في الجيش في مستشفى عسكري بحكم تخصصي، أنا خريج كلية تمريض. المستشفى كانت بتطلع باصات كل أسبوع، يطلع باص أو باصين يروحوا المستشفيات الحكومية، ياخدوا من بنك الدم، ياخدوا من البنك بتاع الدم، الدم اللي في المستشفى الحكومي 1000 أو 2000 كيس دم، ياخدوهم للمستشفى العسكري، وكمان بيروحوا مراكز التدريب والكتايب اللي فيها عدد كبير من الجنود، يسحبوا من كل عسكري كيس دم ويرجعوا بيهم تاني للمستشفى العسكري. وبالنسبة للمستشفى الحكومي، مفيش مستشفى حكومي بتحجز مريض دلوقتي غير لما تجيب متبرع يتبرع بكيس دم، وبعد ما المريض يجيب واحد من قرايبه يتبرع بالدم، كمل يا بيه اطلع لفوق ويتحجز، يا بيه اطلع لفوق ويتحجز، ايوه ركز معايا على اشتراك، ويتحجز المريض ده ويحتاج كيس دم او كيسين دم، بعد كده يقولوا له خلي حد من اهلك يجي ويسحبوا له صورة دم ويدوا له تقرير مختوم انه محتاج كيس دم، وصورة الدم اللي بيسحبوها ليه بيديها للمرافق اللي تبع المريض، عشان لما يروح الاماكن اللي بتبيع دم ياخدوا منه العينة يعملوا عليها توافق ويبعتوه على اماكن خاصة زي الشبراويشي مثلا، بتروح تشتري كيس الدم ب 500 جنيه، ولازم قبل ما يدوك الكيس تجيب 5 متبرعين رغم انك شاريه بفلوس. الأماكن الخاصة دي اللي بتبيع الدم، المستشفيات العسكري، بتروح تاخد منهم كميات كبيرة بالعافية ولو يدراع، ومحدش يقدر يقول لهم لا. لسه لسه طول بالك، لسه جاي. البزنس الحرامي اللي السيسي وجنرالاته عايشين عليه ده وشغالين عليه وصل لدم المصريين، بقوا بيتاجروا فيه ويعملوا منه بزنس وبيجيب مليارات. وده احنا قلناه في حلقة سابقة هنا في سبتمبر 22 مع الأستاذ عباس الأباري أو عباس أباري، لما كلمنا عن تجارة اسمها تجارة البلازما واللي بتقوده شركة تابعة للجيش. حد فاكر اللقاء ده؟ معلش هفكركم باللقاء ونرجع للرسالة تاني. لكن الشركات أو المراكز اللي بتستجلب البلازما أو بتجمعها، في شركة اتعملت، هي الشركة الوحيدة اللي اتعملت تجميع البلازما، وهي المحتكرة تقريبا لموضوع البلازما، وهي شركة تابعة للقوات المسلحة، تابعة للمشروع. يعني ده اللينك اللي بينها، يعني اللي بين المشروع ده والجيش هو الشركة التابعة للقوات المسلحة اللي بتشرف على تجميع اللي بتشرف على تجميع البلازما تحت إدارة هيئة الدواء، صح كده يا فندم؟ في جهات حضرتك عارف ان في جهات تشرف وفي جهه بتنتج. ايوه. فالجهه اللي بتشرف هيئه الدواء، هي اللي بتقول امتى نصفر ايه تحديدا، لكن الجهه اللي بتجمع وبتتعامل مع المواطنين وبتفصل البلازما وبتحللها هي الشركات اللي بيسمح ليها ان تعمل في هذا المجال. الشركات دي هي شركه وحيده اللي نشات خلال 2020، شركه اسمها ريفرز ايجيبت، وتابعه لجهاز مشروعات القوات المسلحه، وهي شريكة لشركة دريفلز الأسبانية اللي هي شغالة في الموضوع ده بقالها 90 سنة تقريبا. هي دي الشركة اللي أخذت الرخصة الذهبية وسمح ليها وفق قانون الاستثمار إن هي تساهم أو تنشئ
مراكز تجميع للبلازما، انشات حتى الان 20 مركز تجميع للبلازما تقريبا مغطي محافظه الجمهوريه. لسه بقى نروح بعيد ليه؟ لما السيسي نفسه الجار بتاعهم اللي بيشجعهم واتكلم قبل كده على الهواء عن تجاره البلازما وازاي بتدخل مليارات الدولارات، حد فاكر الخبر ده؟ مشروع السيسي الجديد تجاره البلازما بيزنس يدر مليارات الدولارات عالميا وهذه مخاطرها. وده اللي اتكلمنا عنه هنا في شهر اكتوبر، وده قلنا عايز ينفذه والمصلحه اللي هياخدها من وراه من ورا تبرع المصريين. حد فاكر الفيديو ده؟ كان في اكتوبر 23. النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مره في الاسبوع كام في الشهر؟ في الاسبوع كام في الشهر؟ يعني بقت وظيفه. يعني الاخ عايز يتبرع، الناس او الشباب او الحلوين اللي عندهم صحه يتبرعوا كل اسبوع، تبقى انت رايح جاي كده عارف ان ما تشتغلش حاجه على فكره، انت بتشتغل بتروح تتبرع وترجع. عشان هو يعمل مصلحه من وراهم. الموضوع ده كان كده. احنا من ساعه 2012 وانا بحاول المشروع ده. يعني فكرته، يعني وهو ايام وزير الدفاع هو افتكاسته حكايه تجميع الدم دي والتجاره فيها يعني. بس هو ليه بجد وزير دفاع يفكر في انه يمص دم المصريين؟ هو ده السؤال. واحد وزير دفاع يفكر يستورد سلاح يطور من قدرات الجيش، ليه وزير دفاع يفكر انه يشتري ويبيع الدم والحاجات دي؟ هي اصلا مش مهمتك. تفكر في تطوير السلاح. ايه اللي يخليك تفكر في تصدير البلازما؟ ولا انت عامل حسابك ومخطط لكل ده؟ ده يخلينا نسأل، هو السيسي باختصار بيفكر لمين؟ ومين المستفيد؟ مين المستفيد؟ تعرفوا؟ المستفيد هو قيادات الجيش. ده بيزنس جديد بعد الأراضي بقى والمقابر والحاجات دي. ده أكتوبر 23. الرسالة دي وصلتني امبارح اللي حكيت لحضرتك عنها. وانت ما تدراش على طريقة المغنية طار في الهوى شاشي، وانت ما تدراش يا جدع. احنا برنامج مصر النهاردة خدنا عهد على نفسنا ان احنا الحقيقة نكشف نظام السيسي الفاسد، ونكشف جنرالاته اللي بتتاجر في كل حاجة حتى دم المصري. المهم ان كروشهم وحساباتهم في البنوك تتملي بمليارات الدولارات والجنيهات ما يضرش. كشفنا لكم هنا بالوثائق والأدلة إزاي الجيش بيتاجر في قوت أقوات المصريين، وشفنا إزاي السيسي ممكن يبيع المصريين بالحتة، عظم لحم بلازم الدم حتى القرنية. بص يا معلم، أنت عارف الخروف لما تذبحه يوم العيد ده، إذا هتذبح يعني، شكلك لا هتذبح ولا هتعمل، مفيش خرفان دلوقتي. الخروف ده بعد ما بتذبح منه أنت بتاخد منه اللحمة بس، بتبيع الفروة أو بتدي الفروة للجزار يبيعها هو لبتوع الدباغة، وبعدين العظم ما فيش حاجة بتتساب في الخروف. انت كده فيش حاجة هتتساب لك. اي حاجة هتنفع تتباع في جسم المواطن مش هيتأخر طالما فيها لا مؤاخذة السبيج هيخش جيبه. النهاردة طلع قرار قال لك البيزنس ده مش هيدخل فيه القطاع الخاص، اوبا، هيبقى للشركات الجيش بس. والنبي بتتكلموا جد؟ القاهرة 24 منها بنوك الدم والخدمات الوقائية منشآت صحية ممنوع إدارتها أو تشغيلها من القطاع الخاص. فجل الباشا. محمد علي لما خد الأرض كلها بقى بينتج في الجفالك بتاعته والعزب والحاجات دي فجل، وهو بقى المزارع الوحيد، فبقت بياعين الخضار ينزلوا يقول لك فجل الباشا، قرع الباشا، خلاص بقى دم الباشا. وانت بتدور على الكهرباء ده انت لسه. الممرض صاحب الرساله اللي بعتها لنا واللي عرضنا لكم منها جزء من شويه حكى ازاي بيتعاملوا مع المواطن المدني لما يخش مستشفى عسكريه. هو اللي حكى، والعهده على الراوي. شوف كده بقى، عايز اقول لحضرتك ان في المستشفيات المستشفى العسكري
في الاستقبال من بعد الساعة 12 بالليل لو جت حالة مدنية اللي بيتكشف عليها ويكتب لها علاج صف ضابط مش دكتور. يعني لو جت حالة ارجنت عاجل بيكشف عليها صف ضابط مش دكتور، لأن الدكاترة بيبقوا نايمين إلا لو حالة مستعصية أو حالة عسكري رتبة أو صف ضابط بيصحوا الدكتور. إنما لو حد جاي في مغص أو جاي في حاجة خفيفة زي كده، يبقى اللي واقف معاهم وحاطط سماعة على رقبته صف ضابط، والمدنيين اللي جايين يكشفوا بيقولوا له يا دكتور، وماشيين على السيستم هناك إن أي مدني جاي يكشف ما يخرجش غير لما ينفضوه وينطق كلمة معيش، ساعتها يوجهوه على أقرب مستشفى حكومي. عايز أقول لحضرتك اللي بيسرق دم الناس في الضلمة عمره ما يبص رغيف العيش. أنا عايز أنصح الناس من خلال مصر النهاردة يا أستاذ محمد، إن بلاش المدنيين تدي للجيش الثقة زيادة قوي كده، وأول ما يتعبوا يجروا عليهم. صدقني هما فيهم ناس شاطرة بنسبة 1%، وبالنسبة ل 99 أغبية. ده كان لما يجي دكتور داخل يقضي خدمة العسكرية ويلاقوه أشطر منهم، كان الدكاترة الضباط يزلوه ويمرمطوه قدام التمريض. أنت عارف يا أستاذ محمد، لما كان حد يتعب من أهل أي ضابط أو دكتور عسكري، زي حد من إخواته أو أهله مراته اللي هم مش أقارب ليه من الدرجة الأولى، اللي هم مش مدرجين في الكارنيه العلاجي بتاع الضباط أو أي حد من أصحابه، كان يجيبه يكشف بالحب وتعمل له فحوصات اللازمة بالحب ويتصرف له العلاج كله بالحب. ولو كان الحد ده اللي تبع الضابط أو الدكتور من منطقة بعيدة، كان يقول له روح اكشف وبعت لي الروشتة على الواتس، وكان لما تجيله الروشتة يصرفها له كلها من كل نوع علبة أو اتنين أو تلاتة. وكان يطلع أي عسكري أجازة كده يومين كمأمورية كده يعني، ويبعته يوصل العلاج ويديله مواصلاته ومية جنيه، يجيب له ربع فرخة كده في الطريق يشبرق بيها عليه. ولما كان يتحجز حد مدني عنهم كانوا يخربوا بيته وبيت أهله، يكتبوا له عليه في المستهلكات اليومية بالنهار من كل نوع سرنجات 10 أو 15 شريط سكر، يكتبوا له عليه شريط كل ساعتين وأجهزة وريد يكتبوا عليها 10، اهدى بيه اهدى بيه وقف وقف، يكتبوا على العيان المدني مستهلكات بالغباء ويبيعوا له كوس الدم ب 2000 جنيه. ده في 2015، الله أعلم دلوقتي بيحسبوه كيس الدم بكام للمدنيين، وما خفي كان أعظم. يا أستاذ محمد، ده غير كمية الذل والإهانة اللي العساكر شايفينها هناك. ولما يكون حد قريب ضابط أو دكتور تعبان أو عامل عملية، يبعت له ممرض البيت يغير له على الجرح أو على العملية، ويخليه يملى شنطة كبيرة شاش ودريسنج، مش عارف دريسنج غيار وبلاستر ومحلول ملح، يقول له خد من كل نوع كمية 10 أو 15 من كل نوع، ويقول له حطهم في شنطة وروح لنقيب الأمن في المكتب هيبعت معاك عسكري يخرجك على البوابة. انت عارف كمان لو في حد لواء أو عميد معاه صلاحيات لواء وليه حد قريبه محتاج يعمل عملية، يجيبه يعملها ببلاش. لو سعرها عالي هتكلم كتير تحت بند ايه، بيحطوها تحت بند حادث أمام المستشفى وتم عمل دواعي إنقاذ حالة. وعاوز أقول لك فترتي كلها عمري ما شفت حالة من اللي عملت حادثة أمام المستشفى اتفتح لها المستشفى ودخلت المستشفى أصلا. ده باختصار يا حضرات اللي بيحصل مع المدنيين في مصر، اللي العسكر بيعتبروهم درجة 10 ممكن يمسوا دمهم عادي جدا، سواء بسرقة الدم منهم وبيعولهم مرة تانية بفلوس أكتر، أو إنهم يخلوهم يدفعوا دم قلبهم فلوس في العلاج جوه المستشفيات اللي هي أصلا ملك الشعب. وده حال المصريين دلوقتي، ولا بقى عارف يتعالج في مستشفيات عسكرية اللي بتسرقوا وتعاملوا على إنه سايح خليجي وعلى إنه شوال فلوس ولازم نفضيه، ولا حتى عارف يتعالج في المستشفيات الحكومية اللي خلاص السيسي بدأ يأجرها وبدأ يأجر المستشفيات دي، سبقوا عدد من القرارات اللي عملتها وزارة الصحة عشان تصب في صالح المواطن، قرارات خلت المواطن يتعالج من جيبه فعليا زي ما نشوف الجراف ده. زيادة خدمات المستشفيات العامة والوحدات الصحية، أهلا بيك، خش خش جامد.
الزيادات ما بين 100 و400 دفعه واحده كده اهو على طول. الزيادات اللي تم تقليص نسبه اسره العلاج المجاني بالمستشفيات الى 25 بدلا من 60. زياده اسعار تذاكر المستشفيات العيادات الخارجيه والزيارات من جنيه ل 10. ليك شوق في حاجه؟ حد ليه شوق في حاجه؟ انسى، ما تقدرش تفتح بقك، ما تقدرش تتكلم. زياده قيمه الاقامه بالمستشفى من 5 جنيه في اليوم الى 20 جنيه. حد ليه شوق في حاجه؟ حد عايز حاجه؟ زادت قيمه الاقامه بالمستشفى من 20 جنيه، رفع رسوم الحضانه من 20 جنيه، الحضانه من 20 جنيه الى 100 جنيه في اليوم. خلاص؟ رفع رسوم الاشعه والتحاليل وجلسات العلاج الطبيعي والتخاطب النفسي. صرف صنف دواء فقط بالمجان من قائمه العلاج وليس جميع الادويه الموصوفه. الحكومه تقصر تحملها اشتراكات التامين الصحي على افقر 30% من الشعب. تخيل. وفي الاخر هو اللي بيتهمك بانك انت حرامي. انت عارف ان القرارات دي سبقها ايه؟ القرارات دي سبقها حضرات خبر قدامي اهو في 2017 تقريبا، الخبر قدامي دلوقتي. اليوم السابع اللعينه القذره بتقول لك البيزنس الحرام في دم المتبرعين، المستشفيات الخاصه تحصل على الكيس ب 450 جنيه وتبيعه للمرضى ب 1000 جنيه. جوله لليوم السابع تكشف الدم مقابل اربع متبرعين، خبير لا توجد منظومه تشريعيه. ده في 2017. انت متخيل عشان يخلوا السيسي يبقى يخش بالمشروع بتاعه، دلوقتي بقى قال لك ممنوع زي ما جبنا كده. ممنوع ان احنا ان القطاع الخاص يشتغل في الدم، خلاص انتهى. ما عادش فيه دلوقتي قطاع خاص ممكن يشتغل في تجارة الدم. مش بس العلاج اللي بقى صعب على المواطن الغلبان، انما يا حضرات الدواء هو كمان بقى اصعب واصعب، واللي مش معاه ثمن العلاج ربنا يتولاه برحمته، لانه ممكن يموت بعد ما الاسعار هتزيد كل ست شهور حسب الدولار. الدولار في السوق بكام؟ مش انا اللي قلت ده، مسؤول حكومي للشرق بلومبرج بيقول مراجعه اسعار الدواء في مصر ستتم كل ست شهور. تخيل كل ست شهور. عرفت بقى ان انت لو سبت الجيش والرئاسه يتصارعوا على السلطه، قلت احنا مالنا ومال الجحش اللي وجهه العمده، لا ده واصل لدمك، واصل لدمك، بيتاجر في دمك رسمي وفي القرنيه في كل حاجه، وانت قاعد تقول انا مالي، ما البلد بلدهم، بس انت مالك ونص يعني. للاسف في مثل هذه الظروف العصيبه المواطن المصري لا يملك رفاهية الإحباط، لا يملك رفاهية فقدان الأمل، لأن أنت لو قعدت تفقد الأمل كده هتلاقيهم جايين ياخدوا القرنية معاك وأنت صاحي عايش بدون بنج. أنت أفضل أنت إيه، وسع لهم وسع لهم وسع لهم، اديهم مساحة أكتر وأكتر وأكتر لحد ما تلاقيهم بياخدوا لا مؤاخذة الكلى الشمال، فص رئة، ما خد دمك.